بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في المحاضره العاشره لدوره تصميم الاضاءه. معاكم مهندس اشرف رمضان. النهارده هنتكلم عن الاجهزه الغطسه في السقف او بنسميها الداون لايت. يبقى المحاضره بتاعتنا بتتكلم عن الداون لايت وانواعها المختلفه. طبعا في اجهزه الاناره العامه بتتصنف رقم واحد إلى الأجهزة الغطسة في السقف، الأجهزة الغطسة في السقف بنسميها الداون لايت اللي معناها بالعربي أجهزة الضوء النازل. طبعا في منها بيصنف إلى الحجم الصغير والحجم الكبير. يبقى من ناحية التقسيم من حيث الحجم في منها صغير الحجم وكبير الحجم. صغير الحجم في منه هالوجين وفي ميتال هالايد وفي فلورسنت مدمج اللي هو الكومباكت فلورسنت وفي لمبات الليد. لو احنا شايفين قدامنا هنا كده على اليمين ده جهاز داون لايت مصباح فلورسنت مدمج. لو انت دخلت هنا بصيت جوه الكشاف هتلاحظ ان في كومباكت فلورسنت لامب موجوده داخل هذا الكشاف. النوع الموجود على اليسار ده جهاز داون لايت لمصباح ليد. طبعا ده من ناحيه الحجم الصغير، ده رقم واحد. من ناحيه الحجم الكبير اللي هو الكشافات 60 في 60، الكشافات 60 في 60 في منها مصابيح فلورسنت وفي منها مصابيح ليد. يبقى ده التصنيف الخاص بالاجهزه اللي احنا بنسميها اجهزه الداون لايت. طبعا في نوعين رئيسيين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم، ان في اجهزه الداون لايت في نوع ضوء متماثل او بيسموه سيمتريكال ديفيوزر او سيمتريكال لامب، وفي عندي نوع بيسموه اسيمتريكال اللي هو الضوء الغير المتماثل. يبقى انا لو سالتك على تصنيف اجهزه الداون لايت هتقول لي رقم واحد سيمتريكال. لو انت شايف سيمتريكال هنا الضوء متوزع سيمتريك من منتصف الكشاف، اما هنا الضوء هنا اهو كده والضوء هنا متوزع ان سيمتريك او بيسموه اسيمتريكال. تمام، ده ضوء غير متماثل. الضوء المتماثل يا شباب زي ما احنا هنبدا نشوف في ضوء مباشر موجه عن طريق عاكس. العاكس اهو يا شباب ده الجزء اللي موجود في الكشاف اللي جوه هنا اللمبه، هنا كده الجزء الخاص بالعاكس. لو احنا شايفين في الرسم ده محل مجوهرات، تمام، هنا العاكس ينتج ضوء او ينتج ضوء مباشر له زاويه تحجب الوهج، تمام، وتجعل الجهاز له نصوع خفيف جدا. ده الكشاف اللي احنا بنتكلم عليه بالعاكس. لو احنا بصينا على الاناره العموديه هنا هنلاحظ ان في جزء من الجدار منور وفي جزء تمام معتم او مظلم. الاناره العموديه على الجدران ضعيفه تجعل الغرفه مظلمه، والخزائن اللي هي بتركب فيها الحاجات دي في القسم العلوي تبدو مظلمه، الجزء ده مظلم، ده باستخدام العاكس. لو انا بستخدم ناشر، طبعا الناشر بيجعل الضوء ينتشر في كل الاتجاهات ويكون جهاز الإنارة أكثر عنصر له نصوع الليمنانس. أهو كشفت أكثر عنصر هو له نصوع في المكان والمكان كله منور. من ناحية الإنارة العمودية على الجدران هتلاحظ إن إنارة الجدران قريبة من الإنارة الموجودة على الورك بلان اللي هي الإنارة الأفقية على الطاولات. طبعا العناصر الأكثر نصوعا دوما هي اللي بتلفت انتباه الإنسان أولا. الحته الثانيه اللي عايزين نعرفها في الداون لايت ان في انواع العواكس نفسها لاجهزه الداون لايت. العاكس كل ما يكون العاكس ده كبير كل ما يعمل طريقه تركيز للضوء اكتر، وبالتالي بيعمل حاجه بنسميها الكات اوف انجل. الكات اوف انجل، ركز يا باشمهندس، ايه تعريف زاويه الحجب دي او الكات اوف انجل؟ لو احنا بصينا هنا الكشاف بيطلع اضاءه كده، دي منطقه انتشار الضوء. بعد حد معين الديفيوزر ده تمام بيبدا يمنع الضوء في هذا الاتجاه، والجزء ده احنا بنسميه الكات اوف انجل او زاويه حجب الضوء. طبعا العاكس اللي هو ده اللي له ارتفاع 100 مللي، تمام، غير العاكس اللي له ارتفاع 200 مللي. الارتفاع ده العمق لتحت كده، تمام، الجزء ده بتاع العاكس اعلى، وبالتالي ال 200 مللي له زاويه حجب اعلى من العاكس الاقل ارتفاعا. من ناحيه الباور في تصنيف بيقول لي والله الغرف او الاوضه اللي ارتفاعها من 2.7 ل 4 متر هشوف انواع المصابيح اللي عندي وبشوف مستوى شده الاناره المطلوب هنا من 100 ل 300 لكس، هنا من 300 ل 500 لكس.
كميه الليومن المطلوبه 1500، هنا 3000. في الهالوجين عايز لمبه هالوجين 50 واط، او في المستوى الثاني عايز 100. في الميتال هالايد عايز 20 واط، هنا عايز 35. في الكومباكت فلوريسنت عايز، احنا هنا بنتكلم على ارتفاعات الغرف يا شباب، خلي بالك ارتفاع من 2.7 من 10 ل 4 متر، الغرف اللي من 4 متر ل 6 متر بنفس قيم اللكس اللي فوق، يبقى انا عايز لمبات مقدارها ازاي؟ كل ما برتفع اهو 6 متر ل 10 متر هروح الاحظ ان هنا في الهالوجين مثلا غير مناسب في الارتفاعات، تمام؟ سواء اللكس ده او اللكس ده، لو متر هلايد عايز 70 وهنا عايز 150 وات، الكومباكت فلوريسنت لا ينصح استخدامه في الارتفاعات العاليه. يبقى هنا هنبدا نشوف الباور، الباور يا شباب، الباور او الاستطاعه بالوات لكل نوع من الكشافات المختلفه. احفظ معايا العامل ده، في حاجه مهمه جدا بيسموها ال او ار، ال او ار يا شباب، ال او ار دي حاجه مهمه جدا، اللايت اوتبوت ريشيو. تاني ال او ار معناها لايت اوتبوت ريشيو، او بيسموها الافشنسي او الكفاءه، الكفاءه يعني كفاءه الجهاز بدون عاكس هنا 100%. لو انا ركبت على الجهاز عاكس بتوصل الكفاءه بتاعته ل 70%، يعني كفاءه الجهاز بتقل، تمام، عند وجود عاكس. ليه؟ لانه بيحدد انتشار الضوء ويحد من الوهج. يبقى كفاءه الجهاز هي مقدار اليومن الخارج من الجهاز كنسبة مئوية من اليومن لمين؟ للمصباح. خلي بالك اليومن للمصباح لللمبة غير اليومن للكشاف، لأن الكشاف بيركب عليه، بيركب عليه، تمام، عاكس أو ديفيوزر بيقلل من اليومن اللي بتطلع من الكشاف بصفة عامة. لو أنا بصيت مثلا، لو أنا عندي جهاز إنارة مصباح ميتال هالايد 35 واط بيطلع 3500 ليومن في اللمبه، لو حطيته داخل كشاف يطلع 1650، تبقى كفاءه الجهاز ده 50%. 50% دي الاحظ ان ال 1650 نص ال 3500 ليومن، وبالتالي بيطلع الكفاءه بتاعتي او الافشنسي او ال ام او ار، اللايت اوتبوت ريشيو، اللايت اوتبوت ريشيو دي نسبه مهمه جدا، اللي هي مقدار اليومن اللي بيطلع من الجهاز او من الكشاف بصفه عامه، ده بيحدد كفاءه جهاز الاناره. في عندي اليو جي ار اللي احنا بنسميه عامل الوهج المحدد او اليونيفايد جلير ريشيو، طبعا ده بيحدد لي موضوع الجلير او الوهج المنعكس. هنا بشوف منطقه نصوع منخفض من 65 ل 90 درجه، هنا في منطقه غير محدده النصوع من 0 ل 64، ده بيحدده لي اليو جي ار. لو انا بصيت على كفاءه الجهاز هنا 60% ال او ار، اما اليو جي ار 17.5. لو انا بصيت هنا عند استخدام برامج، تمام، لها خلفيه سوداء او غامقه مثل الاوتوكاد يكون النصوع كام؟ 1000. وعند استخدام برامج لها خلفيه بيضاء او فاتحه، تمام، اللي هي زي البوزيتيف بولاريتي سوفت وير، بيكون النصوع 1500. معرفه زاويه الحجب، واذا لم يتم ذكرها في الكتالوجات فيجب معرفه نصوع الجهاز اللي هو 65 درجه، والمنطقه التي يجب ان يكون فيها النصوع اقل من 1000. 1000 طبعا نصوع يعني كانديلا على المتر المربع، بين الزاويه 65 و90، والكلام ده احنا قلناه هنا، ادي منطقه النصوع المنخفض، وهنا منطقه غير محدده النصوع اللي هي اقل من ال 65. اللي يهمنا هنا في الموضوع ده اليو جي ار اللي هو معامل الحد من الوهج، وقيمته كام هنا؟ 17.5. بعد كده هنتكلم عن الترانسفورمر او بيسموه الترانز اللي هو الكابح الخاص باللمبه، وفي الليد احنا بنسميه الدرايفر، في منه انواع مختلفه اللي هو محول مغناطيسي، وفي عندي محول مع تحسين معامل قدره لزياده الكفاءه، وفي عندي كابح الكتروني، وفي كابح الكتروني معتم للاناره اللي هو من 1 ل 10 فولت باستخدام الدمر، وفي عندي كابح الكتروني اللي هو بيسموه الدالي دمر. وهنبدا نشوف حاجه مهمه جدا اللي هي الانجريس
بروتكشن او درجة الحماية اللي مكتوبة على الكشاف بيبقى مكتوب مثلا اي بي تمام 67، اول رقم بعد الاي بي تمام درجة الرقم الاول ده بيديني الحماية ضد الاجسام الصلبة او السوليد، صفر معناها مفيش حماية، واحد معناها حماية ضد دخول الاجسام الاكبر من 50 ملي تمام، واثنين معناها حماية ضد دخول الأجسام أكبر من 12 ملي، ثلاثة الحماية ضد دخول الأجسام أكبر من 2.5 ملي، أربعة الحماية ضد دخول الأجسام أكبر من 1 ملي، خمسة حماية ضد دخول الغبار طبعا ده لا تشمل الترسبات، ستة معناها حماية كاملة ضد دخول الغبار والترسبات، يبقى أعلى درجة حماية لدخول الأجسام الصلبة اللي هي ستة وده الرقم الأول. طبعا هنا اي بي 67، طيب السبعه الحمايه ضد الاجسام السائله، فانا لو عندي زيرو مفيش حمايه ضد الاجسام السائله، واحد الحمايه ضد سقوط قطرات الماء عموديا تمام، اثنين معناها الحمايه ضد الرش بزاويه 15 درجه، ثلاثه الحمايه ضد الرش بزاويه 60 درجه من العمودي طبعا، اربعه حمايه ضد الرش من جميع الاتجاهات، خمسة الحماية ضد تدفق المياه تحت ضغط بس ضغط قليل، ستة تحت ضغط عالي، سبعة حماية ضد أثر غمر الجسم كله تمام بالمياه تحت مسافات 15 سنتي تمام ومتر، أما تمانية معناها حماية ضد أثر غمر الجسم بالماء تحت ضغط عالي وفترات طويلة. تعال نشوف اي بي 67 معناها ايه، اي بي انجرس بروتكشن تمام، والسته الاولانيه معناها حمايه كامله ضد دخول الغبار، والسبعه اللي هي الرقم الثاني عباره عن حمايه ضد اثار غمر الجهاز بالماء تحت مسافات او تحت ضغط من 15 سنتي الى متر واحد. لو احنا بصينا على الكشافات، معظم الكشافات الخاصه بالاناره الداخليه هنلاحظ مكتوب عليها اي بي 20، 20 معناها 2 هو الرقم الاول، حماية ضد الاجسام الصلبة الاكبر من 12 ملي، 12 ملي يعني 1.2 من 10 سنتي يعني ما بتدخلش تمام صباع الايد، وصفر معناها لا توجد حماية ضد المية لان هي كشافات داخلية. في عندي اي بي 44 طبعا دي بتبقى حماية اعلى مقاومة بسيطة للماء، تستخدم في الاماكن اللي تتعرض فيها اجهزة الانارة لرذاذ ماء تمام زي دورات المياه بستخدم فيها 44، في 65 بستخدمها في الغرف زي غرف الساونا وفي الاناره الخارجيه اللي بتتعرض للامطار، في الكشافات ال 67 اللي احنا قلنا عليها تمام تستخدم في الاناره التي توضع في الارض تمام ويغطيها الماء، ال 68 وده مهم جدا 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 اعلى درجات الحمايه بيتحط في المسابح والنوافير لان كشاف الكهرباء ده يا شباب بيبقى محطوط تحت ضغط من المياه، فلازم يبقى اعلى اي بي عندي اي بي 68. النوع الثاني اللي هو الاسيمتريك او اجهزه الضوء الغير متماثله هنشوف منها الوول ووشر، جهاز منير الجدار او بيسموه الوول ووشر. لو انت بصيت على الوول ووشر هنا انسيمتريك يعني غير متماثل، بقدر اعمل الكشاف بحيث يديني التوزيع غير متماثل. لو احنا شفنا ان الغرفة هنا تبدو مظلمة عند عدم انارة الجدار، طبعا الغرفة هنا بتبدو منيرة وناصعة عند انارة الجدار، وقلنا لازم نتجنب عامل الوهج الموحد او اليو جي ار. لو انا هنا استخدمت جهاز داون لايت اللي هو الول ووشر او بنسميه منير الجدار، هنا جهاز منير الجدار وول ووشر، بتشوف هنا شدة الاضاءة على الجدار والجدار منور، جهاز داون لايت هنا عندي داون لايت منير الجدار، يبقى انا شايف الانارة هنا كويسة كده على الجدار بس هنا في جزء مظلم عند السقف، والتوزيع اسيمتريك غير متماثل. في عندي جهاز بنسميه دبل ووش لايت او جهاز منير الجدارين، يبقى انا بقدر اشوف ان الجهاز ده بينور كده وبينور كده على الجدارين بيديني توزيع من الناحيتين، بيبقى جهاز منير الجدارين ينير الجدارين ويحد من الوهج داخل الممر.
في الاحجام الكبيره يا شباب اللي احنا قلنا 60 في 60 برضو في سيمتريك اللي هو الضوء المتماثل، وفي السيمتريك اللي هو الضوء الغير المتماثل. في ضوء مباشر باستخدام عاكس زي جهاز الفلورسنت ذو العاكس، الكشاف اللي احنا شايفينه ده، وده كشاف منتشر جدا، كشاف فلورسنت معاه ريفليكتور عاكس. طبعا هنا بيبقى نصوع اقل، وأجهزة العاكس التي لها زاوية حجب عالية تقلل من الإنارة العمودية. لو أنت شايف هنا السقف مظلم، أما أنا لو استخدمت الناشر، لو استخدمت الناشر هنا بشوف إن أجهزة أو مدى نصوع أجهزة الناشر بتبقى أعلى، وبيبقى الجدران العمودية منورة أكتر والسقف منور أكتر باستخدام الناشر. كل شويه بنتكلم عن الناشر والعاكس، تعال نشوف انواع الناشر الديفيوزر يا شباب انواعه. في عندي رقم واحد الاوبال ديفيوزر، مهم جدا تبقى عارف شكل الديفيوزر في اي كشاف لو انت بتعتمد عينات. في عندي الناشر الاوبال او الاوبال ديفيوزر، وفي عندي البريزماتيك ديفيوزر او الناشر البريزماتيك، والشكل او الفرق واضح بينهم. طيب الديفيوزر الاوبال المميزات بتاعته، بيبقى المنظر بتاعه متجانس من النصوع، تمام، بحيث يصعب تمييز المصابيح بداخله، ما اقدرش اشوف المصباح داخل الاوبال ديفيوزر، تمام. هنا بيبقى البريزماتيك شبه متجانس، يعني لو ركزت كده ممكن اشوف المصباح داخل الديفيوزر، تمام. هنا طبعا ضوء جيد في المستوى العمودي وينير الجدار اللي هو الديفيوزر الاوبال، ضوء مقبول في العمودي، هنا جيد هنا مقبول، تمام. المشكله بتاعتي في الاوبال ديفيوزر ان كفاءه الجهاز بتبقى ضعيفه، يعني ال NOR بيصل الى 50%، لا يناسب المكاتب لان نصوعه اعلى من المطلوب في الزوايا من 65 ل 90 درجه. طبعا هنا يمكن تمييز المصابيح بداخله زي ما قلنا، مشكله او مساوئ البريزماتيك. يبقى انا المفروض حتى لو هستخدم ديفيوزر استخدم الاوبال ديفيوزر. العاكس يا شباب، يبقى احنا شفنا هنا الناشر الديفيوزر والعاكس الريفليكتور. الريفليكتور في عاكس من الالومنيوم المصقول او اللامع، وفي عاكس من الالومنيوم المطفي اللي هو المات، وفي عاكس من الالومنيوم المطلي باللون الابيض. يبقى في عاكس من الالومنيوم المصقول، في عاكس من الالومنيوم المطفي، عاكس يا شباب الريفليكتور، وفي عاكس من الالومنيوم المطلي باللون الابيض. العاكس المصقول او اللامع، وبعد كده المطفي او شبه المطفي، وفي المطلي باللون الابيض. ايه الفرق بينهم؟ مميزات العاكس او الريفليكتور المصقول او اللامع، له كفاءة ضوئية عالية تصل ل 84%، بيبقى مقبول في الاستخدام في المكاتب. المساوئ انه بتتجمع فيه الغبار، تمام، وبالتالي بيحتاج لصيانة أكبر. طبعا بيقطع الضوء بزاوية حادة على الجدار، لأن هنا في الريفليكتور بيقطع الضوء. المطفي أو شبه المطفي له كفاءة عالية ولكن أقل من الألمنيوم المصقول، بتصل هنا كان 84 إلى 81. تجمع الغبار عليه لا تظهر عليه مثل النوع المصقول، غالبا ما يكون مقبول في الاستخدام برضه في المكاتب، له كفاءة، المساوئ له كفاءة أقل من المصقول. المطلب اللون الأبيض عند النظر إلى الجهاز يكون الفرق بين نصوع المصباح والجهاز خفيف، بعكس العاكس الألمونيوم اللي هي ذات اللون الفضي، بيبقى مناسب للتطبيقات اللي بيكون فيها النظر للأعلى متكرر زي ملاعب كرة التنس الداخلية، تمام، بحط فيها المطلي باللون الابيض. المشكله ان الكفاءه بتاعته او ال LOR بتصل الى 66%، وبالتالي هنبقى احنا خلصنا يا شباب، ودي محاضره مهمه جدا، خلصنا المحاضره العشره اللي بتتكون او بتتكلم عن الاجهزه الغطسه في السقف اللي احنا بنسميها الداون لايت، ودي مستخدمه كل مهندسين الكهرباء بيستخدموها. وقلنا في اجهزه الداون لايت في منها هالوجين وميتال هالايد وفلورسنت وليد، زي ما شفنا هنا مصابيح الفلورسنت، وهنا في مصابيح الليد، في منها الحجم الصغير وفي منها الحجم الكبير اللي هو 60 في 60. هنا شفنا اجهزه الضوء اللي هي السيمتريك المتماثله وتاثيرها، وهنا شفنا طبعا اجهزه ضوء متماثله بعاكس، وهنا اجهزه ضوء متماثله بناشر. وبعد كده
شفنا زاوية الحجم أو بنسميها الكات أوف أنجل، وبعد كده شفنا كفاءة جهاز الإنارة، ودي معلومة مهمة جدا اللي هي الإفشنسي 62% هنا، أو اللي إحنا بنسميها في الكتالوجات الـ LOR اللايت أوتبوت ريشيو، وشفنا معامل الحد من الوهج أو الـ UGR، وهنا مثلا كان الـ UGR 17.5، وشفنا أنواع الترانس أو الدرايفر. بعد كده شفنا حاجة مهمة جدا اللي هي درجة الحماية للكشافات الـ IB، بعد كده شفنا استخدامات كل IB، الـ IB 20 في الإنارة الداخلية، IB 44 عشان ما دخلش كمية أو رذاذ مطر ممكن أستخدمها في دورات المياه، IB 65 أستخدمها في غرف الساونا والأجهزة اللي بتتعرض للمطر، 67 أستخدمها في الإنارة في الأرضيات اللي ممكن تغطيها المية، أما 68 أستخدمها في المسابح والنوافير. شفنا أجهزة إنارة الجدار اللي احنا بنسميها وول ووشر، وشفنا أجهزة إنارة الجدار من ناحية واحدة، وفي دبل وول ووشر أو بيسموها جهاز منير الجدار من الناحيتين، وشفنا أجهزة الإنارة الأسيمتريك الغير متناسلة. بعد كده اتكلمنا على أنواع الديفيوزر اللي هو الناشر، بعد كده اتكلمنا على أنواع الريفليكتور العاكس، وبكده يبقى خلصنا المحاضره العاشره اللي هي اجهزه الداون لايت، ونشوفكم في محاضرات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.